السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى بنات في الدنيا، يا رب تكونوا في أفضل حال. هنتكلم النهاردة عن مايك ريف زالموسي. أنا كنت اتكلمت عنه وعملت عنه أكتر من فيديو من فترة، ساعة ما كنت لسه شارياه، كان بقالي سنة تقريبا لو رجعتي للتاريخ بتاع الفيديوهات القديمة. طيب النهاردة إن شاء الله هكلمكم بعد تجربتي مع مايك ريف زالموسي لمدة سنة تقريبا، فخلاص عرفت كل مميزاته وكل عيوبه، وأثناء الفيديو إن شاء الله هعرفك كل حاجة عنه بالتفصيل من حيث المميزات والعيوب، انصحك بشراء ولا ما انصحكيش، كل ده هنعرفه في الفيديو، كملي للاخر. اول حاجه المايكرويف ده طبعا سعه 32 لتر. اما تيجي تشتري مايكرويف بلاش تشتري صغير اللي هو ال 24 وال 26، الصغير قوي ده، لانه في الاخر مثلا بتيجي تحطي جواه اي طبق، مثلا لو هتحطي طبق كبير شويه، لو هتحطي كذا مثلا كوبايه، لو هتعملي يعني كم اكبر، حتى لو كم صغير، حتى لو انت بتسخني بيتزا هتحتاجي ان انت تقطعيها كذا قطعة لو هتحطي في الميكرويف الصغير. ف32 لتر يعتبر مناسب جدا للاستخدام. تقدري ان انت تشتريه في عروض كتير بتنزل على جوميا، على سوق دوت كوم، عروض اونلاين ساعات بتنزل بتبقى عروض بجد رهيبة. انا كنت مستنية وجبته من عرض من سنة. طيب نكمل كلامنا. طيب اول حاجة عايزين نتكلم عن مميزاته وعن عيوبه. اول حاجه من حيث مميزاته، بصي انت لو شايفه الزراير بتاعته دي، عندك هنا الوقت بتاع الطبخ نفسه، وده وقت فك التجميد، وده وزن الحاجه المجمده. طب خلينا نتكلم عن اول حاجه عن فك التجميد. انت لو هتفكي فينو، هتفكي توست، هتفكي يعني حاجات كده، ايه معجنات، عندك معجنات حطها عندك في الفريزر، هتطلعها لك كانك لسه مطلعاها اصلا من الفرن دلوقتي حالا، هطلعها لك بصوره رهيبه. يعني انا ما كنتش متصوره ساعه ما جبته انه يطلع الحاجه كانها طازه. لو هتحطي طبق اكل اللي هي مثلا زي تدوسي دينر بلات، او تحددي الوقت على طول، مش شرط ان انت تدوسي دينر بلات. لو هتحطي طبق اكل مثلا رز عليه قطعه فراخ، او عليه لحمه، او عليه حاجه، لا هيطلعوا لك 100 100. بس تخلي بالك ان الفراخ واللحمه لما بتحطيها في المكان بتاعها علشان خاطر تسخن، بتطقطق كده وتوسخ الميكرويف من الظهر ومن الجناب وكده، تسمعي بقى تك تك، وتبصي تلاقي ايه بهدلك الدنيا يعني. ففي غطا بيتجيب تحطيه فوق الطبق، طبعا من خامات مصنعة ومخصصة انها تدخل الميكرويف. الغطا ده بيخلي انها حتى لو طقطقت او كده، لا مش بتبهدل الميكرويف ولا حاجة. بالنسبة لفك التجميد بتاع اللحوم، لا فك التجميد بتاع اللحوم ما انصحكيش بيه، بتعمل زي ريحة كده، عامل زي ما يكون الأكل بيتطبخ مش بيتفك. يعني حطيت قبل كده لحمة مفرومة، لا حسيت انها خلاص ده هتقربت تطبخ عقبال ما تفكت، لا فما انصحكيش تفكي فيه تجميد اللحوم المجمدة. انما تجميد معجنات، تجميد اي حاجة تانية، طبق اكل مثلا حطيتيه لزوجك او للولاد وتأخروا عليه فمحتاجة ان انت تسخنيه، لا سخنيه عادي جدا كأنك لسه حاطة الاكل يعني بصورة رهيبة، طازة جدا يعني. طيب بالنسبة للباور، انت بتعليه وتقلليه حسب ما تحبي، عشان في ناس كانت بتسألني عن زرار الباور ده ومحتارين فيه، بس انا سبته بالباور اللي جاي بيه. فخلاص انا دلوقتي مثلا عايزة افك فينو او افك توست او حاجة عشان افطر بيها، لا خلاص انا بروح حاطة الفينو او التوست في الميكرويف، واروح دايسه ستارت بليس 30 سكند اللي هو يعني تشتغل 30 ثانيه بس. فبيشتغل 30 ثانيه بيفك لي المخبوزات بتاعتي، لو المخبوزات كتيره او عددها كبير بشغل دقيقه كامله. طيب بالنسبه للزرار بتاع البوتيتو ده فظيع. انا عايزه اقول لك ان انا بحط البطاطس، بس طبعا بتخرميها الاول علشان ما تفرقعش، بتحطي البطاطس تخرميها الاول وتروحي حطاها تطلعيها تعمليها احلى بطاطس بيوريه، بطاطس مهروسه، اي حاجه زي ما تحبي، او بطاطا طبعا. بس فجميل قوي قوي ان انت تعملي فيها البطاطس، بتوفر معاكي وقت جامد ان انت تعملي البطاطس زي ما قلت لك، او تعملي البطاطا. طيب في بقى بوب كورن فشار، ده بصراحه ما جربتوش يعني ولا مره خلال السنه دي. في عندك الكوبايات هنا، دوسي على الزرار ده، وعندك مثلا كوبايه شاي بردت، كوبايه نسكافيه. طبعا كلنا بنعمل النسكافيه والولاد طبعا ما بيهنوناش على شربه، فخلاص بنشربه تلج يعني بارد، بيبقى نسكافيه ايس نسكافيه.
لا خلاص بقى، خلاص نودعنا الموضوع ده. هبندوس على الزرار ده، بتحطي كوبايه النسكافيه وتدوسي على الزرار ده فبيسخنها لك، هتحطي كوبايتين هتدوسي دوستين بس، ويسخن لك الشاي النسكافيه اي حاجه بقى بردت منك يسخنها لك. طيب دي بالنسبه طبعا 1 2 3 4 الكلام ده كله، دي الدقايق اللي انت بتحدديها لما تدخلي مثلا حاجه عايزه تعمليها في الميكرويف. بس يبقى احنا قلنا مميزاته، هو بيفكلك اي معجنات او يسخن لك اي اكل بصورة جميلة جدا وبطريقة جميلة جدا وبسرعة، ويرجعها لك كأنها طازة لسه معمولة دلوقتي. من ضمن عيوبه ما تفكيش فيه التجميد. العيب الوحيد اللي انا لقيته فيه هو موضوع فك تجميد اللحوم، اللحوم والفراخ والحاجات دي، ده العيب الوحيد اللي انا لقيته فيه. افضل حاجة ان انت تستخدميها تدخل الميكرويف كويس طبق بالطبق ازاز، اي طبق ازاز، حاطه الاكل في طبق ازاز، اهم حاجه ما يكونش عليه علامات فضي او ذهبي، ما دام ما عليهوش كده خلاص. اي كوبايه تدخليها مثلا الميكرويف، ايوه اي كوبايه تدخليها الميكرويف، كوبايه ازاز تكون بتستحمل الحراره، ما يكونش مثلا عندي منها طقم طرقع نصه وانا بصب فيه الشاي ولا بصب فيه نسكافيه. طيب بالنسبه لنظافه الميكرويف، الميكرويف بتاعك هيبقى نظيف وجميل جدا لو بقطعه كده معصوره خالص على الاخر ومشيناها كده على الميكرويف اول باول، مش هيتوسخ منك وهيفضل نظيف كده كانك لسه جايباه زي ما انت شايفه. بس الميكرويف زانوسي ده 32 لتر كله مميزات، ما فيهوش عيب غير العيب اللي انا قلت لك عليه، كله مميزات. ينجز معاكي وقت جامد، ممكن كمان ان انت تعملي فيه كيكه، كيكه المج، ممكن تعملي فيه سينابون المج، ممكن تعملي فيه حاجات كتير قوي في المج. تجيبي ممكن كمان ان انت بيدوب كده الجبنه ويخليها يعني لذيذه قوي لو حطيناها حتى في سندوتش وحطيناها هنا، يعني دي اقل حاجه خالص ممكن يعملها، لذيذه جدا. بس استخداماته كتير طبعا، بيوفر عليكي في الوقت، يوفر مثلا لو انت جايبه اكل جاهز وفجاه اول ما وصل لك الاكل مع الدليفري بصيتي لقيتيه بيض ورخم كده، الاكل خلاص بقى برد يعني خلاص ما يتاكلش مثلا، لا هتحطيه هنا هيسخن على طول، مش هتحتاجي ان انت مثلا تاكلي الاكل ده بارد، او مش هتحتاجي تقعدي كل شويه تسخني الاكل للولاد ولجوزك وكده، لا طبق الاكل هتحطيه وقت ما تكوني مثلا بتعملي الاكل، واول ما تخلصي خلاص حد مثلا عايز ياكل طبق الاكل بتاعه هيدخل هنا جوه الميكرويف، وهتظبطي له دقيقه واحده بس وهيكون مسخنه لك كانك لسه عاملاه حالا. فبيوفر طبعا على ست البيت جامد جدا، وانصح جدا جدا بشراء الميكرويف ده بعد تجربتي ليه لمدة سنة، انصحك بشراء جدا. بالمرة بقى اكمل معاكم يعني افك كده ايه رغيفين فين وكده علشان خاطر اعمل سندوتشات لابني. بصي مجمد خالص اهو، نروح حاطينهم كده وهنقفل الميكرويف ونشغله على الثلاثين ثانية. وهنا بعد ما عدى الوقت افتح الميكرويف. الناس اللي كانت قلقانة من طريقة الفتح دي، لا عادي ما فيهاش مشكلة، شغالة معايا يعني الحمد لله من ساعة ما جبته ما فيهاش اي مشاكل خالص. عندك طبعا الفينو اهو بقى كأنه لسه جاي، هو سخن جدا طبعا كأنك لسه جايبه. ده شكل الميكرويف من بره اهو، انا على بعيد اهو، ده حجمه 34 32 لتر معلش. بس حجمه كويس جدا ومناسب وشكله شيك ولذيذ جدا. طبعا انسب مكان ان انت تحطيه فيه على رخامه في المطبخ. بس انا كنت جايباه لونه ابيض علشان خاطر ايه، هو ده اللون اللي كان في العرض يعني ساعه ما انا اشتريته. بس انت لو حافظتي عليه هيفضل ابيض عادي يعني اهو نظيف خالص وكويس اهو، مفيهوش اي مشكله خالص. عشان الناس اللي بتقلق من اللون الابيض تقول بيغير او حاجه، لا مفيش مشاكل خالص. بس وبكده كملنا الفيديو لغايه الاخر، واتمنى ان يكون نال اعجابكم، ولو نال اعجابكم ما تنسونيش في لايك وفي اشتراك وفي شير كمان للفيديو، واقابلكم بقى الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.